مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والتعليقات الجميلة. اليوم عندنا مقابلة مع الموزع المبدع أحمد إبراهيم. طبعا سمعتوا يمكن قصة وانتشرت كثير من القصص اللي ما نعرف وش الصح وش الغلط فيها أو وش القصة اللي صارت. اللي نعرف انه هو تزوج انغام، هذا الشيء المؤكد، المغنيه انغام، وصار في كثير جدل وكلام على القصه. احنا بالنسبه لنا كاشخاص يعني مهتمين بالوعي ومهتمين بالافكار في حياه البشر، يمكن القصه مو كثير تهمنا بقدر ما هو وراء القصه. ايش المعتقدات اللي وراء القصه؟ ايش الافكار اللي وراء القصه؟ كيف الأشخاص فكروا لما وصلوا لهذه القصة أو لما صنعوا هذه القصة في الحياة؟ يمكن إحنا كل يوم نشوف أشخاص حولنا متزوجين، منفصلين، في خلافات عائلية، طوال الوقت إحنا نسمع هذه الأشياء، لكن جيد إنه إحنا نسمع ما وراء القصة. أبغى أذكر لكل الأشخاص دورة دايزي. ليش إحنا نتكلم عن هذه الموضوعات؟ لأن مهتمين بموضوع الزواج وموضوع الرجل والمرأة والذكورة والأنوثة. دورة دايزي موجودة الآن على الموقع، اللي يبغى يسجل للسيدات فقط المقبلات على الزواج والمتزوجات. الدورة عبارة عن 3 مستويات، راح تغلق الدورة بعد 3 أيام. فأي امرأة مقبلة على الزواج، فتاة مقبلة على الزواج، أو سيدة عندها مشكلات زوجية، أنصح بهذه الدورة الممتازة، وأنا أعني ما أقول. وانتم شفتوا تجارب كثير من السيدات، نشرناها هنا ونشرناها في السناب. يعني كثير من السيدات تحدثوا انها تغيرت حياتهم الزوجية بعد هذا الكورس. اليوم ما عندنا هدف انه احنا نعرف القصة او نحكم ان نكون مع احد ضد احد. احنا نحترم الموزع المبدع احمد ابراهيم، ونحترم زوجته الاولى، ونحترم زوجته السابقة او الحالية. نحترم الجميع، ما نتهم أحد بشيء. كل واحد له ظروفه، كل واحد له معطياته اللي بناء عليها اتخذ قراراته. إحنا بس نبغى نعرف ماذا خلف القصة، ما هي المعتقدات، ما هي الأفكار، ما هي المشاعر اللي كانت وراء الموضوع. هذا هو اللي يهمنا، هذا اللي ما راح نلقاه في أي مكان، في أي مكان آخر ما راح نلقاه في أي مكان آخر، أو في الإعلام أو في الصحافة، لأنه إحنا مهتمين بما هو أعمق من الشيء السطحي. شكرا لكل اللي حطوا أسئلتهم، أشكركم اللي حطوا أسئلة جيدة وواعية عشان إحنا ندخل يعني نفهم الموضوع بعمق. وبصراحة يعني صار عندي أكثر من 100 سؤال يمكن، فإن شاء الله يعني أحمد يجاوبنا بسرعة بسرعة، لأن في أشياء مرة كثيرة نبغى نسأل عنها. فخلونا الآن نبغى نشوف. طبعا ليش فتحت شيرين؟ خلوني اقول لكم الاغنيه هذه الموزع احمد هو اللي مسويها، ففكرت انه تكون بدايه جيده انه احنا نبدا بهذه الاغنيه عشان نذكر انه فيه اشياء يعني جميله من كل شخص، طيب وين احمد؟ هذا السؤال الجيد. المفروض يكون معنا. اعذروني، راح اسكر الكومنتات. انا اعرف انه اغلب الاشخاص الموجودين يعني واعين ويعني مهذبين، ادرك تماما هذا الشيء انه اغلب الموجودين معنا مهذبين، لكن برضو احتراما للضيف عشان ما نبغى يكون اي كلام غير جيد، راح نقفل الكومنتات. اي والله عارفة انه اغلب اللي عندي مهذبين، بس يعني اليوم احنا جايبين ناس من أماكن أخرى ومختلفة، ويمكن جايبين ناس من الصحافة والإعلام، فهذولا مو فاهمين إحنا وش قاعدين يعني نسوي. فيعني إحنا مو جايبين أحمد عشان يعني نهاوشه ولا نزعل عليه ولا نفشله ولا لا. طيب دايزي تنفع للحامل؟ إيه تنفع، تنفع للحامل. هل في احتمال يرجع ياسمين؟ ما أنا ما ودي إن ندخل في تفاصيل القصة وش صار وش ما صار، ودي بس نركز على المعتقدات والمشاعر والمفاهيم. ما نعرف اذا البث بينحفظ ولا، خلوكم موجودين.
يعني أتمنى إنه البث ينحفظ، بس ما أعرف برضه أحمد عند الخيارنا يعني نحفظ البث أو لا. ليش هالمقابلة بالذات مع أحمد؟ أنا أقول لك لأن عنده قصة سيطرت على العالم العربي لفترة وصار لها زخم كبير، وهو عنده الجرأة والشجاعة أنه يتحدث عن أفكاره بكل بساطة، الموضوع بكل بساطة بهذا الشكل. لو تعرفين رجل صارت له قصة وتعرض لهذا الهجوم ومستعد أنه يكون شجاع وأنه يتحدث، نستضيفه، ليش لا؟ بالعكس أنا أتمنى يعني مثل قصة دكتورة ملاك مؤخرا صارت لها نفس يعني نفس الضجة، يعني كيف أنها هي عمرها وتزوجت واحد أصغر منها، وأنا بالمناسبة أبارك لها وأقول أنها هي تستحق وسيدة رائعة ودكتورة فاضلة وتستحق اللي وصلت له. بس البنات زعلانين عشانها، هي يعني هي استحقت ما حصلت عليه. فأحس في كثير أشياء يعني أكيد لو أعرف أنه زوج ملاك بيطلع معايا برضه ليش لا، خلونا نسمع منه مفاهيم. ما أعرف إلى الآن أنا في لوس أنجلوس، عندنا النهار، عندنا الساعة 1:15. اللي يبغى يتابع أنا ما أظن، ننتظر عندنا أسئلة والله كثيرة. الوقت اي والله لو تطلع معنا دكتورة ملاك، وما راح نسألها بعد عن القصة عشان ما نحرج احد يعني، بس نبغى نفهم ما وراء القصة، الافكار والمعتقدات والمشاعر، ولو زوجها بعد يطلع. اي والله حتى انا متحمسة. لو في ذهنكم اي شخص يعني عنده الجرأة والشجاعة انه يطلع يتكلم عن مو عن القصة، عن الأفكار، عن المشاعر، خصوصا لما يكون شخص يعني صار ترند، تعرض لهجوم من كثير من الأطفال في العالم العربي، تهي أنها تعرضت لهجوم بس عشانها تزوجت، شيء يضحك يعني. طفولة يعني العالم العربي يعيش في وضع طفولي يعني. إن شاء الله نبغى نسأل أحمد على موضوع الهجوم اللي جاء، يعني كيف شعوره، كيف تصرف يعني لما يجيك هجوم كذا قد كذا، يعني واحد يلحق يرد على مين ويجاوب مين. اي طبعا ان شاء الله بسأل عن الهجوم. أوقف البث عشان الوقت، لأنه البث فعلا ساعة وبعدين ينتهي. متى تتوقعين الوطن العربي ينضج؟ قد تتفاجئين لو تسمعين رأيي، بالنسبة لي لا أعتقد أنه سينضج، لكن في أشخاص بينضجون ويمكن يبتعدون، هذا توقعي. أتمنى يكون توقعي غير صحيح. لا تنقلون رأيي لأنه رأيي بس، مجرد وجهة نظر. لا ما راح ينضج، أعتقد يمكن يصير في شيء ثاني ما أدري، بس بالنسبة لي أعتقد لسه في ناس كثير يعني في حالة غضب يبغون يغلون المنطقة بأفكار، معتقدات، بمشاعر، بقصص، كثير أشياء. اللي ينضج يضيق بالمكان، ممكن أو ممكن حتى يعني يبتعد، يعني يحافظ على نفسه. ينضج بمعجزة، صحيح يحتاج معجزة. كلمينا عن دايزي، تكلمنا عن دايزي كثير في الفيديوهات السابقة، راجعيها على اليوتيوب، وبرضه بكرة إن شاء الله راح أتكلم. الدورة تصلح حق غير المتزوجة، ممكن تساعدها في فهم الرجال. مرحبا. أهلاً.
مساء الخير أحمد، كيف حالك؟ مساء النور، شايفاني إن كده شاء الله كويس ولا كويس. ايه؟ تمام؟ عندنا كثير أسئلة، مستعد؟ ان شاء الله. انت شايفاني كويس؟ انا شايف معلش، انا اول مرة بقى ادخل لايف، ف إيه يعني بص كأنه شوية الصورة مو واضحة مرة، يمكن النت مو قوي. لا بالعكس، في مصر هنا النت قوي؟ انت شايفها فجأة انا عندي، انا طالع نص الصورة ليه مش عارف يعني، لحظة ايه، كده هو كذا عادة يطلع النصين. كده احسن. اي كذا كذا ممتاز. يا اوكي، اول شيء اشكرك انا انك موجود معانا اليوم، الكل متحمس اليوم يسمع طريقة تفكيرك ومشاعرك وما خلف القصة زي ما قلنا، وعندنا كثير اسئلة فنبغى اجابات مختصرة. وابغى اقول لك شكرا، احنا قبل ما تجي استمتعنا باغنية مشاعر لشيرين. هو انت اللي مسويها صح ولا لا؟ بس اتاكد من هالمعلومة، بالضبط. صراحة ابداع. يعني انا كثير احب هذه الاغنية لانها تذكرني باختي تحبها، فدائما تربطني بمشاعر معينة، فشكرا على هذا الابداع. ونبغى نبدا جامد. ابداعي جامد. انا ما بس هي عايز الخيانة؟ الاول اظن من اولها كده، ما هي الخيانة؟ الخيانه من وجهه نظري ولا إيه من وجهة نظرك إيش هي الخيانة؟ هو ان الواحد يعني يؤتمن على شيء و يعني يتنازل عنه او يفضحه، إيه او وش يعني يبقى فيه الخيانة في الحياة الزوجية؟ ما هو ده اللي بتكلم فيه، انك ممكن يبقى عندك الخيانة، مش بس ان انت مثلا ممكن في مفهوم خاطئ عن الخيانة، ان انت تدخل في علاقة اخرى. لا، انت ممكن تخون حاجات كتير جدا، يعني ممكن يبقى في شخص مثلا بيدي لك كل حاجة، بيأتمنك على كل شيء، وانت مثلا بتتكلم بره، اي بتتكلم عن تفاصيل، بتتكلم عن اسرار، او بتسمح بتدخل ناس تانية. ممكن يعني مثلا تعتبر انه حتى نقل اسرار الحياه الزوجيه هذه خيانه بعد. طبعا طبعا طيب هل الزواج من الثانيه والثالثه والرابعه خيانه؟ بالنسبة لي أنا، أصل يعني أنا مش عايز الناس تاخد الموضوع إن هي ردود شخصية، يعني اي أنت عارف لا، وجهه كل واحد، نظرك يعني هل الزواج يعني من ثانيه وثالثه ورابعه خيانه؟ يعني أنا لو سألتيني عن رأيي الشخصي، أنا مش مؤمن بحكاية، يعني مش مؤمن، استغفر الله العظيم، يعني مش من الناس المرحبين بفكرة الجواز أكتر من زوجة واحدة. ليه ما في رجالة؟ يعني إيه؟ يعني ما في رجال يقدرون يتزوجون أكثر من واحدة؟ لا، في، عشان كده بسألك، أنت قصدك عليا أنا ولا قصدك على لا إذا بشكل رأيي أنا؟ عام يعني. طيب لا، هل أنا رأيي الشخصي إنه فكرة الزواج من أكتر من واحدة في نفس الوقت، أنا مش مع القرار ده. ليش؟ بشوف انه يعني صعب، يعني صعب جدا، صعب جدا ان انت يعني انك توفق بين اكتر من شخص، ده من جهة العدل يعني، ده يكاد يكون مستحيل. وانا هنا مش بتكلم على كيس تخصني، عشان انا مش عايز دايما الكلام والناس المحترمين اللي بيسمعونا يبقوا او شايفيننا يفكروا ان انا بتكلم عن كيس تخصني انا. انا فهمت. بتكلم بشكل عام، انا عموما مش من انصار التعدد الزواج، طيب مش بنف... يعني ما هل اقدرش انفيه. الزواج بالسر خيانة؟ لا طبعا، مو خيانة. لا 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 خالص، يعني تعتقد انه يحق للزوج انه يتزوج بالسر بدون ما يعلم زوجته، ولا المفروض هي مش يعلم؟ انت سامعني كده؟ الكونكشن فيه مشكلة أعتقد، كأنه شوي الإنترنت يروح ويجي. شكل السؤال مش قوي. عارف ليه. أنا
اه سؤال قوي شوي. أسمعكم. اه سامعني كويس؟ إيه شفت، ترى قاعدين يحطون لك قلوب، أنت شايف؟ اه في بقى، انا بس في ديلي للاسف، يعني في ديلي في الصوت شويه. أوكي. طيب. انت كنت بتساليني على الخيانه بشكل عام، بقى سالتيني على الزواج اللي في السر. طيب. ما ينفعش تبقى الاجابات مختصره، يعني انت دخلت سخنه مره واحده عليا. اولا طيب. هو في الاخر كل واحد ليه الكيس بتاعته وليه الظروف أوكي. بتاعته. انا ما اقدرش احكم على الظروف اللي حواليا، لانه في ستات بترضى، يعني في ست بترضى يكون ليها زوجه تانية او ليها صح شريكه، فانا ما اقدرش النهارده ان انا اقول ان ده غلط او صح. لكن انا بتكلم بشكل عام، انا ليا وجهتين نظر هنا. انا شايف انه انت صعب جدا انك ترضي زوجتين في وقت واحد، هيبقى صعب عليك جدا ان انت كبني ادم تدي هنا زي ما بتدي هنا، لان انت هل اكيد طيب احمد، ابغى اسالك، هل المفروض لما يتزوج الرجل يروح ويقول لزوجته ولا يخلي الموضوع بالسر؟ برضو راجع للشريك اللي معك او البارتنر اللي معك. يعني اوكي. في بعض الناس زي ما قلت لك بيتفهموا الامر، يعني وفي زوجات يعني بيسمحوا بده، وفي زوجات ما عندهاش، يعني مش عايز اقول كلمه صعبه، في زوجات للاسف في وطننا العربي بسبب يعني بعض التجاوز في حقوق الست كتير جدا. احنا المراه العربيه عندنا في حقوقها تم التجاوز فيها كتير جدا، لغايه ما الست نفسها غصب عنها بقت مش عارفه حقوقها، بقت ضاعت. بتحس بقت بتحس ان هي يعني كويس قوي ان انت عايشه. وبالتالي انت لو نزلتي في بعض المناطق والقرى وبعض الاماكن اللي ما فيهاش تحضر شويه او ما فيهاش تعليم وثقافه كبيره، هتلاقي ان هم ما لهمش ولا حول ولا قوه. ممكن جوزها يبقى متجوز اكتر من واحده، ممكن جوزها يبقى ما بيشتغلش وهي اللي بتشتغل وبتصرف على البيت، ومش حاسه ان هي مظلومه، هي شايفه ان ده دورها وهم فهموها كده. ايه للاسف مفيش حد نور او عمل سبوت على لا انت ليكي حق، واحد اثنين ثلاثه. فانا بشوف ان موضوع الانتشار ان يبقى الزوج متجوز اكتر من واحده، انا شايف اللي ساعد فيه الستات، او الست هي اللي ساعدت في ده، سواء كيف؟ بان هي ما رفضتش الوضع او ان هي. قصدك المفروض لما المرأة يتزوج عليها زوجها تقول خلاص ستوب طلقني؟ طيب انت عايزه نتكلم في حياتي الشخصيه عشان اجيب لك مثل عشان الناس اللي بتسمعنا يبقى كلامنا فيه مصداقيه ليهم. اوكي. انا في حياتي الشخصيه طول عمري مش مؤمن بالزواج اكتر من واحده، اها. اقتنعت كده، دي اي. المنتاليتي بتاعتي، انا مقتنع بده، مش بكذب نص قراني عشان ما حدش يدخلني اي في لا موضوع. فهمتك، يعني تحس انا بتكلم ان كثير على انه قدراتي انا، قدراتي انا اي فهم شيء معين. انا بشوف انه زواج اكتر من واحده، انا بشوف ان هو اولا بيقلل من قيمه الزوجه الاولى، ثانيا هو انت عمرك ما هتعرف تعدل بين الاثنين لو انت عايز تعدل بجد. صح. انما هذا بالنسبه لي انا الزمان. شخصيا بقى طبيعي انه الناس تسال، طيب انت بتقول الكلام ده، طب انت اتجوزت تاني؟ اي. طيب في نقطة برضو الناس كتير للأسف، الموضوع لما اتطرح للناس اتطرح بشكل يعني كده. اي معك. اوكي، طرح الموضوع من بدايته عشان نختصر الموضوع بتاعي في بسرعه عشان نعرف نتكلم في الاسئله بتاعت الناس اللي عندها، ان هم يستفيدوا في الاخر جايز من تجربه ليا او من حياتي عموما او من خبراتك. ده الناس بتخش تتابع عشان تعرف ممكن تكسب ايه من ورا ايه الحوارات دي. احنا مش داخلين نهاجم بعض ولا احنا في اراء ضد بعض، وبالعكس مشاركه الناس معانا في الكومنتس بتبقى كويسه جدا. لكن انت عارفه الفتره الاخيره للاسف بقت في حملات بتتعمل على اكونتات كبيره واكونتات
لدعم فنانين ضد فنانين واكونتات بيتبعت لهم، يعني وصلت ان انا بقيت اشوف سكرين شوتس مبعوثه من نجوم كبار ومن تيم ورك بتاع نجوم كبار وناس شغاله في المانجمنت بتوع نجوم كبار، بيبعتوا الكابشن لاكونتس ليها فولورز كتير ان هم ينزلوا مثلا فيديو لاحمد او فيديو لزوجته الثانيه او اللي هي زوجته يعني المشهوره، فهي دي اللي هتجيب الكومنتس اكتر، ويبتدوا يشوهوا في الكلام او يحطوا هاشتاج معين او حاجات معينه بحيث ان هو يبقى فيه ترافيك على الاكونت ده. فاحنا عايزين نسكيب او عايزين نتجنب خالص الكومنتس دي، لان انا ما بتاثرش في الكومنتات دي خالص، لان انا في الاخر الموضوع فيه بيتلخص في ان انت كراجل لازم تبقى عندك قرارك. انا قراري اخدته من سنتين ثلاثه ان انا شايف ان انا ما كنتش كبني ادم مش قادر ابقى سعيد قوي، ممكن يبقى العيب بسببي انا، مش شرط يكون العيب في الاخرين، انا مش بلوم على حد، ممكن يبقى فيا انا في طبعي انا مش قادر اتجاوب مع الوضع، يمكن في ملل، يمكن في احداث كتير جدا، يمكن في لوم على الطرف الثاني، ممكن وارد، يمكن انا مش كويس، احنا بشر في الاخر، مش عايزين نحمل قصدك المركبه ما مشت. جه في وقت انا حسيت ان انا محتاج ان انا ابقى اسعد، فاخدت قرار ان انا اكون سعيد من وجهه نظري. انا اخدت القرار ده على فكره، ده ما يقللش من الطرف اللي معايا خالص، الطرف الثاني كان بيبذل كل المجهود اللي هو بالنسبه لمبادئه هو وبالنسبه لوجهه نظره انه كده يعني تمام، انه عامل اللي عليه. جايز مع الوقت بعد المشاكل اللي حصلت وبعد الوضع الحالي، لما احنا ما زلنا بنتكلم على فكره وعلاقتنا طيبه جدا ببعض وبنتقابل وعلاقتنا كويسه جدا، يمكن ما بياخد ما بيش مش بيتطرق بينا الكلام لبعض اللوم والعتاب، لكن هي بتعترف ان كان في قصور زي ما انا بعترف ان اكيد كان عليا قصور، ادى ان انا في الاخر في زهق في ان انا مش سعيد، فقررت ان انا ابقى سعيد. من اليوم ده انا نظرتي للمشاركه في الحياه اتغيرت شويه، حسيت ان انا محتاج ابقى مش اناني، بس محتاج ان انا كراجل مش معقول هعيش حياتي كلها بشتغل بشتغل بشتغل، بعمل دوري كأب مع اولادي ومع بيتي ومركز بس ان هم يكونوا سعداء، ان هم يكونوا مبسوطين على قد ما اقدر، مش بقى يعني عمري ما بخلت بمجهود ولا بجهد ولا باي حاجه، واللي حواليا عارفين كده، واللي حواليا عارفين الكلام ده، يمكن هي حتى اثنت عليا في بوست كانت نزلته قريب في ان هي بتقول للناس يعني توقفوا بقى عن الكلام عننا وحياتنا الشخصيه، لان كله بيزايد وكله عايز الدنيا تبقى سخنه وكله بيغلط وهو ما عندوش تفاصيل. فدايما مش معنى ان انا ما بقولش تفاصيل يبقى انا على باطل، لا، انا بحترم العشره دي وبحترم العلاقه دي، وبالتالي انا مش عايز اتكلم في تفاصيل كتير جدا ممكن تنصفني على فكره قدام الراي العام. لكن طيب احمد، انا ابغى اركز على جزئيه بالنسبه لكثير من السيدات مهمه، انه احيانا مثلا تكون العلاقه ما مشت، يعني العلاقه يعني تعبانه، اي طرف كان. انا عايز اكمل لك، بس انا عايز معلش انا محتاج اكمل لك هنا، وانا اسف اني مقاطعك عشان الجزئيه دي هتقفل كلام كتير جدا. انا من فتره طويله قبل المشاكل ما تحصل باكتر من سنه، قعدت مع ام اولادي وصرحتها ان انا مش سعيد، ان هي بتعمل اقصى ما عندها، وان هي شخصيه ما فيش اجمل من كده، وان هي ام كويسه جدا جدا، لكن في بعض الحاجات الصغيره مأثره عليا في العلاقه، وابتديت انا مش مبسوط، واحنا بقالنا كده بقينا 7 أو 8 سنين متجوزين، وبالتالي انا حاسس ان انا ما فيش جديد، حاسس ان انا بدي وانا فقدت هويتي كراجل. فقدت هويتي طبعا، هويتي كلام خطير طبعا، هي دي المشكله، ان انت بتتحول. يعني وعلى فكره من ان كل طرف في راكه لابد ان يكون له حياته، لازم الشراكه ما تجيش على حياتك الشخصيه. الطرف الاول معايا، لو جيت سالت الطرف الاول وقلت له هل احمد في البدايه
زي احمد في اخر سنتين ثلاثه الهويه، هيقول لك لا، اكيد هتقول لك لا اكيد احمد، وانت عارفه انه علميا بعد كل 7 سنين من الزواج بيحصل تغيير وبيحصل شيفت للموضوع صح. يعني ده علميا. وبالتالي انا بعد 7 سنين زواج انا ما بقتش انا زي الاول، مش موضوع الحب، موضوع التفكير كتير في نفسي. طب انا قبل ما اتجوز وقبل ما يبقى عندي ولاد وعيله انا كنت عايش ازاي، والنهارده انا عايش لدول بس، انا ما بعيش لنفسي خالص. وبالتالي ما انكرش ان بقى في شيء من الطبع. anyway عشان اختصر لك المسافه شويه اتصال عندنا اسئله واحد جدا بالضبط، انا اخترتها ان انا محتاج ان انا يعني ابص لنفسي شويه، محتاج ابقى يعني سعيد وطلبت حاجات السنة معينه. السابقة كانت سنة خطرة لأنه أنت ما كنت نفسك، ما كنت هويتك ما كانت ظاهرة. السنة السابعة ظهرت على الحقيقة وأنت رحت وكلمتها. أنا هويتي بيني وبين نفسي، أنا حسيت إن أنا بقيت عايش بأرضي الطرف الآخر والأولاد وده واجبي، لكن لقيت إن أنا مش بأرضي نفسي في حق برضه لنفسي. هو الحق في إيه؟ في إن أنت شوية يبقى عندك سنة إهمال لنفسك، شوية إهمال دمه خفيف. بمعنى إيه؟ إن أنت تخرج شوية أكتر، تخرج من دايرة الشغل 24 ساعة، إن أنت تسافر لوحدك شوية، تنطلق شوية، تهتم بنفسك شويه. فهمتك. فاهم قصدي؟ طيب خلني ده معليش طبيعي. اذا تسمح اسالك على هذه النقطه بالضبط، على موضوع انه كيدات، لانه تجينا هنا اتصالات ونسمع منهم كثير انه الزوج يطلع صيد، يطلع مع اصدقائه يتمشى، وبعدين يقول لا انت اقعدي، انت عندك اطفال، انت اقعدي في البيت نظفي رتبي. برضو يعني ما تعتقد انها بعد كل هذا الوقت تصل هالحاله او هذه المرحله؟ بصي، النموذج ده من الرجاله هو هتلاقي المشكله عنده في التربيه. كيف؟ يعني انا اتربيت وانا صغير مثلا ان امي حره وابويا حر، عارفين فين حدودهم، فين حدود الغلط، فين العادات والتقاليد وبنحترمها، لكن في مساحه من الحريه اللي هي تساوي ثقه، لازم يكون في ثقه. وبالتالي فكره ان لو في ام هي نفسها ما تعودتش تبقى حره، هي مش هتربي اولادها ان هم لما يتزوجوا لما يكبروا ان هم يحترموا الست اللي معاهم او ان هم يدوها مساحه من الحريه. بالمناسبه بالنسبه لي انا شخصيا مثلا، انا متزوج حاليا من فنانه كبيره وناجحه جدا، وانا في ظهرها جدا وفي ظهرها وبعملها سبورت جامد جدا جدا، و عارف امتى هي بتسافر، هي بتعمل ايه، هي عارفه ازاي تختار قراراتها، ازاي هتتواجد فين، لاني انا لازم اديها مساحه من الثقه لان هي مش صغيره، هي مسؤوله. نفس الكلام يعني هذا على فكره. يعطينا فرصه ان نسالك على موضوع كونها مثلا سيده ناجحه ومشهوره، يعني مغنيه معروفه من زمان على مستوى الوطن العربي، ويعني بعض الاحيان في تساؤل عند السيدات انه هل الرجل يميل للمراه اللي معها فلوس، المراه المشهوره، المراه الناجحه، ولا المراه الضعيفه اللي على قدها؟ يعني كيف خيارات الرجل في هذا الموضوع؟ طيب انا مبدئيا ام اولادي من عيله محترمه جدا ومن عيله كبيره جدا ومرتاحه ماديا جدا ومتعلمه كويس جدا ومستوى الاجتماعي لعيلتها محترم جدا جدا، وهي احسن من ناس كتير جدا، بل من ملايين كتير، هي ربنا انعم عليها بحياه كريمه جدا جدا. فالموضوع الماده هنا عمره ما يعني ملهاش علاقه. قبل ما اكلمك عن انا كل ده ما اتكلمتش خالص عن زوجتي الثانيه خالص، خدي بالك. انا حابب اتكلم في الاجزاء اللي الناس دايما بتدور فيها. لا يعني انا لا اللي خليني خليت اقول زوجتي لك تشوفها. النقطه المهمه بالنسبه لنا وبالنسبه من السيدات، انه مرات يحسون انه الرجل يعني يبغى زوجته ما تطلع تشتغل ويمنعها عن الطلعه ويقول لا هذول البنات اللي برا مو مركزين على بيتهم، بعدين فجاه يروح يتزوج واحده يعني مشهوره وغنيه وعندها فلوس.
فالنساء يقعدون يقولك طيب هو الرجال بالضبط ايش يبغى يعني؟ فهمت قصدي؟ لا. الفكرة اللي دايما يفكرون فيها السيدات. اوكي، بس انا عايزك تفصلي ما بين السؤال ده ليا والحياتي الخاصه. انا قلت لك انا حياتي الخاصه، انا ام اولادي متعلمه بره وكانت عايشه بره وهي اوبن مايندد، وهنا اصحابها كلها من نفس المستوى وبتخرج وبتتواجد في اماكن سهر مع اصدقاء نعرفهم طب خليني مع اديك السؤال اخوها. باختصار، هل الرجل ينجذب معلش معلش، للسيدة ما انا الكبرى؟ مصمم، انا مصمم اتكلم هنا، ما فيش حاجه اسمها مشهوره، انا مصمم اتكلم من هنا، ما في. لان انا عائله، اوكي. يعني انا بقول لك عن تجربه، انا عائله ام اولادي عائله في الوسط الفني ومعروفه، ما فيش حاجه اسمها مشهوره او مش مشهوره. الكيس بتاعتي انا موضوع مختلف. ثانيا، انا بقالي 17 سنه موزع موسيقي وصاحب، يمكن لو عملت حصر لاهم نجاحات المطربين والمطربات الميدل ايست اخر 20 سنه هتلاقي ليا فيهم نصيب، مش عايز اقول الاسد، بس ليا فيهم نصيب كبير جدا. لا أكيد، وبالتالي إحنا انا، ما شكك في هذا، أكيد وبالتالي أنت قد موزع اكون مبدع. انا عايز اقول لك ايه، قد اكون انا بالنسبه للغير مهتمين بالموسيقى، وده حقهم، مش معروف، لان احنا صحيح. بنشتغل زي ما بيقولوا باك ستيج، ده الطبيعي، صح. مش بظهر كتير. يمكن ظهرت مؤخرا بحكم ان زوجتي التانيه مشهوره، وبحكم ان في موضوع انتشر، وانتشر بصوره غلط للناس، وانتشر بشكل سخيف، وانتشر انه في تضليل كبير جدا، حتى ان بعض المذيعات اللي هم لسه طالعين بقالهم سنتين للاسف ثلاثه، طلعت قالت اصله موزع مبتدئ، اصله لسه صغير يا جماعه، اصله محتاج يتشهر، اصله محتاج فلوس. طبعا الكلام ده فيه تجاوز وفي تقليل، وانا عارف انه كان بالاتفاق مع بعض الشخصيات، يعني محاوله تشويه لعلاقه ومحاوله تشويه ليا باي طريقه. انا تجاوزت عن ده لان انا عارف انا بعمل ايه، وانا اللي اخترت ولازم ابقى قد قراري. موضوع بقى انه يتجوز حد مشهور، انا ليه فتحت لك موضوع ان انا يعني وانت قاعده كده ورايا، مش عارف باين عندك ولا لا الجوائز اللي ورا هنا اي والحاجات صراحة اللي شوفوا موجوده. اي جوائز. اوكي، مش معقوله واحد، وفي جوائز هنا لسه، وفي جوائز في البيت عند اهلي كتير جدا، مش معقوله واحد بقاله 17 سنه بيشتغل وبينجح وبياخد جوائز، لما يتزوج من مطربه كبيره من نفس المجال هيبقى محتاج شهره، هي اوريدي عارفاه، وهي عارفه هي بتتجوز مين، وهي عارفه انه الشخص ده مين، كويس جدا. ولو انا برضو عشان انهي بقى الموضوع ده، هل انا لما اتزوجت من زوجتي المشهوره اشهرت جوازي، الناس عرفت؟ الكلام ده ما حصلش. انا قعدت فتره بطلب مني انه الموضوع ننتظر فيه شويه، لانه في البوم شغالين فيه، ولان في علاقه خاصه في ليها اهل وليها حياه، هي تشوف ازاي تقدر تمهد لهم الموضوع او تديهم الموضوع بالطريقه اللي هي تحبه، يعني دي ناس محترمه واهلها محترمين جدا جدا وناس افاضل، ومن حقهم ان هم كمان تعرفهم الموضوع بطريقتها، ده شان يخصها، وانا كمان ليا شان يخصني، وليا في البيت عندي حق، في حق لاهلي لاولادي لام اولادي. وبالمناسبه انا اللي اخترت زوجتي ان انا اتجوزت، وبالمناسبه انا اللي قلت لها قبلها بفتره طويله ان انا عندي النيه للموضوع ده، بالمناسبه يعني هي يعني ما عشان خطفتك. خاطر، لا ما فيش حد بيخطف حد، ما في ما حد. فيش حد يجرؤ يخطف طب حد، معلش وما فيش معلش احمد، باقي لنا ربع ساعة وعندي كثير أسئلة، حتى أسئلة الجمهور ما أخذناها. اوكي. إجابات مختصرة ممكن؟ اوكي، لا ما انا مش هينفع طيب. اتكلم في اختصار في موضوع بقاله شهور الناس بتتكلم فيه، مش هينفع النهارده أنا اختزل عارفة. الاجابات في ثواني غصب عني. طيب. الخلاصه في القصه يعني دي عشان قدر انا الإمكان، اقفلها على خالص، قدر الإمكان انه نبغى نلحق. اوكي، انه علاقتي في البيت كانت علاقه محترمه جدا وعلاقه جيده جدا وما زالت محترمه جدا. لما حصل ان انا واديت لها هنت بطريقه تمهيديه واحده واحده للموضوع مش سهل، وانا عارف ان هي
مرت بظروف صعبه جدا، وانه انا بحترم جدا تعبها، وبحترم جدا وجعها، زي ما احترمت الوجع اللي تعرضت له زوجتي الثانيه من الاساءات والاتهامات الباطله. وزي ما انا خليني اتكلم عن هذه الجزئيه اذا تسمح لي. أوكي. اتكلم عن جزئيه يعني انغام تعرضت لكثير من التنمر على موضوع انه في فارق عمر وانها سرقت الرجال والموضوع هذا، بس بالنسبه لنا جزئيه مهمه السيدات اللي يسمعونك الان، انه بعض السيدات لما تطلق او لما تكون تزوجت اكثر من مره او لما يكون عمرها يمكن 40 او 50 يعني تقلل من استحقاقها لنفسها وتحس انها ما تستحق رجل جيد، خصوصا قصة مؤخرا عندنا انتشرت في السعودية دكتورة ملاك الحسين اذا تعرفها، تزوجت من رجل اصغر منها. في تساؤل انه بالنسبة للرجل يعني ليش يروح لامرأة اكبر منه، او هل اصلا في فارق ما بين ام 18 سنة او ام 20 او ام 60، او يعني احنا نبغى الموضوع هذا. اوكي طيب، هو مبدئيا هنا في قهر للست جدا، في قهر واضح يعني، لانه اشمعنى الراجل يبقى عنده 60، ليه الراجل يبقى عنده 60 سنه او يبقى عنده 70 سنه ويتجوز من بنت عندها 30 سنه؟ ايه ليش؟ عشان تديله العمر من جديد، وعشان يحس انه صغير ويفرح. طيب الست اللي عندها 47 زي زوجتي مثلا، او اللي عندها يا ستي 50 او 55 حتى، او 40 او 45، هل مش من حقها ان هي تحب او ان هي تتجوز؟ يعني هل الراجل بس اللي من حقه يبقى عنده 60 سنه و80 سنه انه يتجوز، وانه يعني يبدا حياه جديده، وانه يلاقي بقى حاجه تديله امل جديد في حياته؟ يعني عارف السيدات يتعلون عليها اذا تزوجت. الست بتتهاجم في كل حاجه. لو الست اتجوزت وهي في سن، وبعدين هو 50 سنه ده مش عمر كبير على فكره. وبعدين لو هنتكلم على المملكة العربية السعودية بالذات، هي المملكة العربية السعودية هي البلد اللي نزل فيها القرآن، صح؟ والسيدة خديجة كان عمرها 40 عام لما اتزوجت سيدنا محمد، كان عنده 25 عام. صحيح. فرق السن كان 15 سنة. دي السعودية اللي هي المفروض إن هي الريفرنس بالنسبة لنا في الدولة الإسلامية، أو البلد اللي ديانتها الإسلام. وبالتالي إحنا عندنا ازدواجية، سواء في ان احنا بنشوف ان الست النهارده مش من حقها ان هي تتجوز ان هي كبيره، ومن حق الراجل اللي في سن كبير ان هو يتجوز، وبنشوف ان الست كده زي ما برضو غير موضوع العمر، عندنا موضوع ازمه دائما المراه لما تطلق يعني يحسون انها يعني كانها ما يحق لها تتزوج، وانت عندك تجربه يعني تزوجت زوجه اولى يعني زوجه غير يعني اول مره تتزوج، والزوجه الثانيه يعني مطلقه، فكيف يعني حسيت الموضوع او ممكن على يعني تساعد المطلقات اللي يسمعون؟ المعلومه دي خاطئه، بس عشان دي برضه كانت بتجيلي، دي كانت بتجيلي اتهامات كتير جدا، انه ازاي تتزوج من امراه متجوزه وتسيب زوجتك اللي كانت زوجتك انت. الكلام ده انا مش عايز اخوض فيه كتير، نتجاوز بعد اذنك، لكن هو المعلومه دي مش صح، لان انا زوجتي الاولى كانت متزوجه قبل كده، ودي مش حاجه غلط. اوكي، يعني انت ما في مشكله انه المراه المطلقه لها حق انها تتزوج جيد، وانها ممكن تحصل لها فرص في الحياه؟ طبعا طبعا طبعا، يعني بكل احترام ليها حق طبعا تتجوز تاني، ومن حقها ان هي يعني تعمل بيت وتعمل اسره، ومن حقها تحب تاني، ومن حقها 100,000 حاجه. لو حبت المرأة أحمد، أبغى أسألك ضروري هذا السؤال، لو حبت المرأة وهي متزوجة إيش تروح تقول زوجها؟ أنا حبيت، باي باي. وهو تقول لا؟ صعب شوية، لكن هو لو عنده كبرياء أو عنده كرامة أو عنده احساس بنفسه محترم، يعني لازم يسيبها، مش هيقبل يعيش معاها، خلاص الموضوع انتهى. طب لو رجال حب برا الزواج وبعدين زوجته قال والله انا حبيت وراح اتزوج، ايش المفروض تسوي بالمرأة؟ لا سوري، صوت الكونكشن وحش، بتقول ايه؟ اقول لو الموضوع العكس، انه الرجل حب امرأة خارج الزواج وقرر انه يتزوجها
وراح لزوجته وقال انا حبيت واحده وابغى اتزوج، هل من حقها انها تطلب الطلاق؟ طيب ما تيجي نتكلم عن الكيس بتاعتي. انا رحت لام اولادي قلت لها انا اتجوزت، وقبل ما اقولها اني اتجوزت حاولت اكتر من مره امهد لها بطريقه يعني واحده واحده، لان في بيننا عشره طويله والموضوع مش بالسهوله. وقرار على فكره، قرار الانفصال يا جماعه لازم الناس تفهم الكلام ده، قرار الانفصال مش سهل. يعني حتى لو اتنين، ده انت لو اتنين مسجون، لو اتنين مسجونين مع بعض في سجن وعاشروا بعض عليهم حكم هما الاتنين، لما بيجي واحد فيهم يطلع براءه، سوري، بيطلع نهايه الحكم اللي عليه، بيفارق زميله بحزن، اللي هما اتنين رد زبون زي ما بيسموهم. صحيح. ما بالك اتنين متجوزين ومخلفين مع بعض، مهما كانت مشاكل وقت الانفصال وقت الجد كان صعب جدا عليا وكان صعب عليها، لانه في عشره، فاهمه؟ وبالتالي انا حاولت امهد لها اكتر من مره، وفي كل مره بعترف ان انا ما قدرتش ان انا اقول الحقيقه كامله، لكن انا مهدت بثلاث ارباع الحقيقه، بحوالي 80% من الحقيقه. لكن انا برضو اللي الناس مش فاهماه، انا علاقتي بام اولادي كويسه جدا، وانا بعزها وبحبها جدا، هي بني ادمه كويسه جدا، وبالتالي ما اقدرش يبقى عندي القسوه ان انا اقول لها ان انا مش عايز اكمل، لاني اوريدي ما كانش عندي خطه ان انا ما اكملش. يعني تركت لها المجال ان هي تختار انها تبقى ولا تمشي. اوكي. اللي حصل ان انا في زادت المشاكل جدا، وفي فتره معينه المشاكل انا شفت ان هي وصلت انه قرار الانفصال شبه حتمي بالنسبه لي، وبالنسبه لها كان نفس الكلام، اكتر من مره قررنا كده. و ممكن يكون يعني القرار جه من عندها اكتر من مره واكتر من مره من عندي واجلناه. لكن انا لازم هنا انصف زوجتي الثانيه، ولازم اقول الحق زي ما انصفت زوجتي الاولى، ان هي ما قصرتش معايا عمرها، ان انا لما تزوجت من زوجتي الثانيه انا كنت اخذت قرار الانفصال انا وزوجتي الاولى. احنا كنا اخذنا القرار انه خلاص احنا مش هنكمل، واحنا كنا بنفكر في القرار ده كذا مره وخدناه اكتر من مره ورجعنا خدناه ورجعنا بايام معدوده، لكن المره دي بالذات كان الموضوع بقى فيه جاب، وانا كنت حاسس ان انا مش هبقى مرتاح، وخلاص العلاقه هتخش في حته وفي صوره انا مش حاببها، وهي كمان يعني ما بقتش سعيده اكتر حاجه معايا يعني. فكان طبيعي ان لازم يحصل انفصال. في ناس بتلومني ان انا النهارده كان لازم تطلق او كان لازم تنفصل وبعدين تتجوز. هنا انا برضو بقول عن الزوجه الثانيه، عن زوجتي، هي ما بقتش ثانيه، لكن انا بقول وقتها يعني ان انا اخترتها على مسؤوليتي انا الشخصيه، وده كان وعد مني ان انا يعني ملزم بالقرار ده، انه خلاص في قرار انفصال. هي رفضت، قالت لي لا انا ما اقدرش ان انا ابني حياتي الجديده على سعاده حد قبل. قلت لها لا، انا اتكلمت بكل احترام معاها مع زوجتي الاولى وخلاص، هي يعني هي مش عايزه تكمل من الاخر. وبناء عليه، طب ابغى اسالك احمد سؤال، سؤال مهم معلش. يعني احنا قررنا، وبناء عليه انا اخذت قراري، انا اخذت قراري ان انا هتجوز، وقلت لها انه في خلال شهرين هيكون كل امر انتهى، والمساله اللي كانت بينا وقتها يعني ان احنا بننهي الموضوع، لان في بينا حاجات وتفاصيل كتير جدا الناس ما تعرفهاش، اجراءات كتير جدا زي اجراءات الطلاق، في بينا شراكه في ايه لازم تتفض، في بينا اولاد هتحطهم ازاي، الحاجات دي انت عارفه ممكن يحصل فيها مماطله، فممكن نقعد شهرين ثلاثه سنه سنتين على ما نحلها. وبالتالي كان الكلام من بعض الناس المؤذيه من الوسط الفني ابتدى يكثر عن زوجتي الثانيه بحكم ان هي مشهوره، فابتدى يتكلموا عن علاقه بيني وبينها مش علاقه في النور، انت فاهماني اكيد. وبالتالي كان لازم هنا احط حد بان انا اخد قرار يرضي ربنا بالزواج. الانفصال عن زوجتي الاولى. اوكي.
يمكن بعدها في كلام اتقال كتير جدا ان احنا متطلقين، احنا ما اتطلقناش، احنا ما اتطلقتش انا وزوجتي في المده دي خالص، عشان الكلام ده كان بينزل. لكنه كان من ضمن الاشاعات اللي اتقالت المستفزه، وده كان مش كلام مش حقيقي، لكن كان في انفصال وكان في اتفاق على الطلاق او اتفاق على نهايه العلاقه خلاص. بس طيب احمد، ابغى اسالك سؤال، هل تؤمن انه في علاقه زوجيه تستمر للابد؟ ايه او لا؟ هي بتتوقف على الهدف من العلاقة دي ايه، او من الزواج ده ايه. يعني انا بتزوجك عشان احنا عايزين نبني بيت ونبقى عندنا اولاد وتبقى العلاقة اللي هي علاقة الاسرة الطبيعية، ولا احنا بنتزوج عشان احنا عايزين يعني ايا نسعد كانت في بعض؟ علاقة تستمر للابد؟ لو احنا الاتنين متفقين ان احنا هنسعد بعض ممكن تستمر، ليه لا؟ طيب سؤال، هل من المهم ان تكون الحياه الزوجيه فيها حب؟ هو ده الشرط اساسا للزواج، اساسي. هو ده الاساس. بصي، اي حاجه بالحب بتتعالج. طيب يعني حتى اخر الناس، سؤال حتى اسالك اياه، الناس لانه اللي بتسيء لينا، او الناس اللي ما عندهاش المعلومه وبتسيء، وانت عارف احنا الشعوب العربيه عاطفيه شويه، وبالتالي جدا طبيعي انك لما تصحى من النوم فجاه وتلاقي خبر نازل قدامك انه الفنانه المشهوره تزوجت من تدخل الموزع مضاربة بأي الفلاني، طريقة. وان في فلانه في المستشفى، وانه الزوج زوجته الثانيه هي اللي اخطرتها. الطريقه اللي نزل بيها الحوار واللي انتشرت بيها فكره زواجي، هو ده اللي زعلني على فكره من المحيطين بام اولادي، ان انا اللي عرفتها ان انا اتجوزت واديت لها مطلق الحريه. انت هتقدري تستمري؟ اكيد لا، لان انا عارف تربيتك وعارف ثقافتك. هي رفضت، طيب تسمح لي وبالتالي احمد، تسمح لي احمد اتفقنا. الخص الموضوع بجمله مفيده، تسمح لي؟ لانه انت حبيت، رحت لزوجتك قلت لها ابغى اتزوج، بعدين هي قالت طلقني وطلقته، بس هذه القصه باختصار. هو باختصار هو ده اللي حصل، لكن اوكي التشويه، هي لا التشويه لا، اللي حصل التشويق من قصص يعني لا يمكن تخيلها. طب لا، ابغى ما هو اسالك احمد معلش، ما سؤال هو اخير، لانه هو عندنا وقت. الامر كان اسهل، الامر كان اسهل من كده، انه حصل انفصال او حصل طلاق رسمي، ده بالاتفاق بين الطرفين ان انا عايز اطلق او انت عايزه تطلقي، اتفقنا. اللي ضايقني انه بعد ما اتفقنا على الطلاق فجأة لقيت الاطراف اللي حواليا كلهم المحيطين بيها بينزلوا اخبار وبيعرفوا الناس ان انا اتزوجت. طب انا اخترتك انت، ليه الناس اللي انت اخترتيهم يعرفوا الناس وينزلوا الموضوع بشكل مش حلو؟ فهنا كان في طيب نوع من احمد، ابغى التشويه اسالك عن سؤال اخير، الفرصه. ممكن تسمح لي بالاخير؟ ما عاد باقي عندنا يمكن الا دقيقه. اوكي، هل تستطيع انك تكون حقيقي في الوطن العربي؟ انا بالنسبه لي احمد انا حقيقي 100% بدليل ان انا ما فيش حاجه بخبيها وما خبيتش طيب حاجه. على فكره ده ضرني، انا اتضريت لان انا حقيقي، انا شكرا اتضريت جزيلا. لان حقيقي ولان انا ما انكرتش للاسف. صح، شكرا جزيلا، يعطيك العافية، ما قصرت، شكرا على وقتك، شكرا على طولة بالك، شكرا على كل الأشياء اللي أعطيتها لنا اليوم. إحنا عندنا بعض الإضاءات إن شاء الله راح نتكلم لاحقا. شكرا جزيلا. انا بشكرك، ويعني انا طبعا الموضوع ما كانش ان احنا نطلع ارد او ابرر حاجه، الموضوع محتاج كذا انترفيو يعني، لكن انا بقول للناس كلها انه بلاش قسوه يا جماعه شويه، عشان احنا بنتجاوز في حق بعض وبنتدخل في حياه بعض وبنأذي مشاعر. صحيح. بشكر كل الناس اللي تابعتنا، وانا على فكره انا مسامح كل الناس اللي تجاوزت في حقي، لان انا مش شكرا بلوم عليهم، جزيلا. انا بلوم على الناس اللي طرحت الموضوع بشكل فيه ضلال، شكل فيه كذب، محاوله يعطيك التقليل العافية يا أحمد. مني ومن حياتي الخاصه. يعطيك العافية، ما قصرت، شكرا ميرسي جزيلا جدا، لوجودك معنا اليوم. ميرسي جدا جدا، إلى اللقاء. شكرا.
في بعض الأشياء المهمة اللي أبغى أتكلم عنها راح أنبه عليها بكرة، في أشياء انتبهت لها فعلاً يعني نقاط مهمة، بس الوقت قاعد يحسب عندي إنه إحنا خلصنا أشياء مهمة، مش على القصة، القصة هي خاصة بأصحابها، بس على الموضوعات اللي إحنا نتكلم عنها. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، شكراً لايكات، تصبحون على حب.